طبعا احنا كثوار او مجموعه ثوريه لن نسمح لاحد يعادي الدوله المصريه بان هو يعتصم داخل ميدان التحرير. يعني على الفور ان احنا تحركنا كمجموعات ثوريه موجودين هنا من ساعه الداخليه في تامين ميدان التحرير اللي هو ملك للثوار. الاخوان تجمعوا كان ليهم طريق للدخول من امبياض او من عند كوبري قصر النيل او من عند كوبري قصر النيل. فعلا توجهت الداخليه تحديدا اسم قصر النيل اللواء هاني جرجس على الفور ان احنا نامن الميدان بسرعه. وكان معانا المجموعات نزلت بسرعه دوب على بال ما اتجمعنا وعلى بال ما وصلنا وعلى بال ما احنا في الطريق كنا بنتكلم في التليفون مع قيادات الداخليه علشان نلحق نامن بسرعه. طبعا على بال ما وصلنا كان في بعض المناوشات حصلت ما بين الطرفين الجماهير المؤيده لمصر بدون ارهاب وشويه الارهابيين التابعين او يدعوا ان هم انصار مرسي او ان هم اخوان مسلمين. انا برفض ان يتقال عليهم ان هم اخوان مسلمين لان الجمله في حد ذاتها بتشوه صوره الاسلام. هم عملوا مناوشات مع المسلمين المحترمين. المناوشات دي يعني اتصاب فيها بعض الناس كده اصابات خنيه. تم القبض بمعاونة الشباب ومعاونة الداخلية واستلمتهم الداخلية ونزلوا دلوقتي ترحلوا على حد علمنا ان هم راحوا على اسم عابدين. مجموعة اربع اشخاص ويدعى ان في خامس صحفي. دلنا من عندنا مجموعة من المحامين هيروحوا لمتابعة التحقيقات لان في ناس اتصابت من الشعب. هيكون المحامين بتوعنا موجودين علشان يجيبوا الحقوق.
احنا ميدان التحرير هيفضل امن، ملك لثوار مصر هيفضل ملك لمصر في ثواني. يعني ده ما فيش دعوات على الفيس، يعني لسه في ناس بتتحرك وجايه وانت عارفه الطريق. احنا بنقول لهم ان الميدان امن بمساعده اللجان الشعبيه، بمساعده الداخليه، بمساعده القوات المسلحه. الميدان هيفضل ملك للمصريين، مش هيعتصم فيه ارهابيين. ان هم ابتدوا يجوا 2-2 3-3 4-4 ماشي، استمروا على كده بتاع ساعه. الكلام ده من حوالي الساعه 5، حوالي الساعه 5 كده ابتدوا يجوا 2-2 3-3 4-4، قعدوا بتاع ساعه ما جمعوا بعض. فجاه لقيناهم في الصينيه واقفين بتاع 500 واحد، ابتدوا ينددوا يسقط يسقط حكم العسكر، رفعوا علامات رابعه، ابتدوا يعملوا بايديهم كده. فجاه الشباب فضلنا نحدي فيهم بالطوب، جينا من ثلاث حرب حدفناهم بالطوب، ابتدوا يجروا ورجعوا تاني، اثبت اثبت رجعوا تاني. على ما جت مباحث قصر النيل ماشي، دخلت عربيه تشكيلات بتاعه الامن المركزي، راحوا مفضين، راحوا جارين على كده ومشوا.